بمطر دمائك تكمش السماء، ترفع صليبك فتلامس به يد الله. مهلا، هذا الصليب أنزله هنا، فهنا المكان والزمان، هنا يتجاوب صدى أوجاعك مع أصداء مواجعنا. لن تلقى مكانا أمثل في خارطة الأجساد والأوطان من مطارحنا، ولن تجد زمانا أعمق في الخطايا والغفران مثل زماننا. ففي زمن صليبك تستشهد نسور أبطالنا في وضح السماء. أنزل صليبك ها هنا فوق المذابح، وإن شئت أعلى المساجد وقبابها، فأنت ما لامست إنسانا إلا خلدته، وما حففت على حجر إلا روحنته. مر حيث شئت فنحن حيث تشاء، نحن قبل الصلب وفيه وبعده. نحن شهقة الألم على شهيد، ونحن صرخة الظفر على شهداء. فلا تحد عن هذه الأرض، أرض تلائم عرس صلبك، ها أنت تسمو أكثر صوب سماء تشلح أزرقها فوق كتفيك، وترطب جرحك ببخور من لبنان. بخور ننثره نضوعه لك، ونرسم به اسمك في الخشب، ونرسل أسماءنا صوبك تذكرة عبور في طرق أورشليم. طرق قبل هذا الفصح تنوح لعدم الآتين إلى الأعياد، كهنتها متعبون، عذاراها متنهدات وهي في مرارة. وعين مريم تقطر ولا تسكت إلى أن يطلع وينظر الرب من السماء، ويسمع أصواتنا ونحن نرافقك إلى الجلجلة. أيا من علقت على خشبة بالمسامير مسمرت وبحربة طعنت. أوجاعك حرقت أكبادي، آلامك خرقت فؤادي. لا تنوحي علي يا أمي إذا شاهدتني في قبر، لأني سأقوم وأتمجد. يا ربيعي العذب، يا بني الحلو، أين اختفى جمالك يا حبيبي؟ كيف تمضي؟ أترى ضاع الوفاء؟ يا مريم نحيبك يزيد أدمعي، ارحميني أسكتي واتركيني ارجعي. أأتركك والشعب يصرخ يتمنى لو أنه يدنو أكثر لينوب عنك بجلدة؟ أسمعه يقول يا ليتني كنت عن يمينك وعن يسارك بدل اللصين، حتى بواحد أدخل معك ملكوت السماوات، وبواحد أدرك معنى خسارتك، وآخر يستصرخ ليتك سميتني بطرس ليصفعني الديك ويرميني صياحه في قعر الحياء لخيانة اسمك ونكران معرفة بك. وذاك ينادي لما لم تجعلني واحدا من تلاميذك أبشر معك بك، ولم تخترني واحدا من 5000 أطعمتهم سمكتين وخمسة أرغفة، ولم تنقذني من غضب البحر حين على الموج. لما لم تخلقني في أيامك أبرص تشفيه، أو مخلعا يحمل سريره ويمشي، أو أعمى تذري في عينيه رمل يديك الألوهيتين فأفتحهما على منازل أبيك. يا ليتني كنت يهوذا أخونك أقبلك وأسلمك، فيهوذا واحد ممن تمموا حدث صلبك. يا ليتني كنت حينك جنينا في رحم جارة لمريم، أو فكرة في رأس رجل من صحب يوسف الأرضي. دلني على الطريق سيدي، درب منك وطريق مني، مرحلة منك وخطوة مني، وها نحن نصل، نصلب، نشتم، تكفهر السماء، ينزل المطر يغسل جروحنا. أنت تعرف أنني أود لو أنزلك عن الخشبة، أمسح بيد الدم عن جبهتك، أنزع بأخرى الإكليل عن رأسك، وأسحب المسامير واحدا واحدا فأصير تومة عن غير قصد، وأقطب جرح جنبك فأكون يوحنا لوقت يسير. جمعتي يا يسوع هي جمعتك، وإيماني يتمدد قرب حجرك، ينام 3 أيام
وينتفض معك غير عابئ بما بعدك وببقايا آحاد مفتعلة لوطن ينكس قيامته في ساحات صلبان. خذني معك سيدي، افتح يديك على مديي صليبك من اليمين واليسار. أرجوك أن تفتح لي يا سيد، لأن أبواب الجحيم مقفلة هنا علي، وطرق أورشليم مسدودة في وجه وطني. افتحهما على قدر محبتك لي ومحبتي لك، فكلتاهما أوسع من مساحة، أدفأ من حطبة في المغارة، أنقى من ثلج يوشح جبل صنين، وما يلاقيه من جبال في لبنان. ولبنان له بعد موتك الكثير من لحظات حداد، لكن ليس للبنان بعد أحد قيامتك أحد. أبوت قوشت هود روح.
اسمعوا إلى قوس الأرض أن الله معنا. أيها الأقوياء انغلبوا لأن الله معنا. لأنكم وإن قويتم فستنغلبون أيضا لأن الله معنا. والرب إلهنا فهو الذي نقدسه وهو يكون لنا خوفا لأن الله معنا. هذا والأولاد الذين أعطانيهم الله لأن الله معنا. إن الشعب السالك في الظلمة قد أبصر نورا عظيما لأن الله معنا. أيها السكان في بلد الموت وظلمته نور يشرق عليكم لأن الله معنا. لأنه قد ولد لنا صبي وابنا أعطينا لأن الله معنا. مشيرا عجيبا لأن الله معنا. إلها قويا حاكما رئيس السلام لأن الله معنا. يا رب القوات.
Oh.
موت عندك
الذي وشح السماء
يقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا جمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إلى ربك يومئذ المساق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ من سورة القيامة في القرآن الكريم. مستحيل أن تكوني قد فككت الحداد على وحيدك يسوع، ولبنان وحيدك الآخر معلق قبل الصليب وموجوع بعد العيد. شدي رحالك وأزرك وثوبك السماوي وتاجك الفضي وسيري صوب لبنان. أكتب إليك من فراغ القبر وصمته. ليس بجانبي إلا الحارس الغبي يرتقب عودة وحيدك ليقفل عليه الباب، وأنت تركت أورشليم لتنصرفي إلى هموم شعب لبنان. بالله عليك مريم، منذ متى يكون لأم وحيدان؟ واحد يحيى وآخر يموت، واحد يصعد إلى السماء وآخر يبقى في التراب. وأنت يا الساهرة على طيب ولدك، كلهم نيام إلاك، كلهم عادوا إلى أماكنهم، بيوتهم، أكواخهم. الجلادون كلت أيديهم، الشعب تعبت قدماه، العذار مالت طرحاتهن، وسمعان هدت كتفه. تراه ماذا يفعل وحيدك؟ هل بدأ يلملم جروحه ويزيل آثار الآخ؟ ما عساه يفعل الآن على باب القبر وحدي؟ تراك كيف تعد جسدك ونفسك وقامتك وروحك لقيامة كبيرة؟ يسوع قبل أن يصحو السبت وتزرع فيه النور ويجيء الأحد وتقوم القيامة وتضج الدنيا ويبلع صالبوك الخل، فلا نعود وحدنا، وحدي ووحدك. قبل كل هذه دعني أغتنم الفرصة وأرتوي من وقوفي بجوارك. قبل أن تعيد الدنيا ويدق الشرق والغرب أجراسهما ويلبس الناس العيد وترسم شارة الصليب، دعني أدخل لأراك وأنت تجري القيامة من الداخل، من ظلمة تلف أبيض كفنك. إني أقرع وأقرع والباب مسدود في وجهي. فوق في السماء أرى ملكوت أبيك، لكني لن أنادي عليه هذه المرة، فأنا حنجرتي ويدي وقدمي وأشجاني كلها تنادي عليك ها هنا. افتح لي، وحين ترجع مريم بالطيب والعطر سوف أخبرها عن قيامة أولى لم تعرفها منذ 2000 عام. ويا مريم اخلعي الحداد، يسوع يقوم من بين الأموات، يسوع يغلب الموت بالموت. حقا يسوع قام، فافرحي يا بيت عنيا، افرحي يا والدة الإله. لكن لا تنسي أن تطلي كل فصح على لبنان. نعرف أننا حملناك الكثير منذ قلت نعم للملاك. نعرف أن ثمن النعم غال غال أكثر من حمل ووضع وأمومة. بسببها صرنا نناديك 1000 و1000 صوت ورجاء. بسببها صرنا نريدك في كل كنيسة
وتحت كل قباب. تلك النعم غال ثمنها يا عذراء، فهل كنت تدركين أنك إنما ستبكين شهداء الدنيا وشبابها، وأننا كلنا وحيدك، وكأنك حملت في رحمك أجنة الكون، وكأننا كلنا جنينك. نعم، هي كلمة من ثلاثة حروف، ونحن بشر من ثلاثة ملايين. هي كلمة ونحن أسماء وهويات وطوائف وانتماءات. فيا كف السماء على جباهنا، مريمين ببهائك، وغدا بعد قيامة وحيدك حين تصلين إليه، أجيبيه إن سألك عن حدادك أين تركته، ونردين الطيوب أين نشرته، ورنيم صوتك أين هدهدته، وجبينك أين بالورد كللته، ووجع قلبك بأي شوك جرحته. أجيبيه إن سألك، هل يا أمي في لبنان تركت كثيرك وجئتني بقليلك؟ بالله عليك مريم، بالله عليك مريم، أجيبيه في لبنان. نعم. أفرحوا أيها الأنام.
يتردد جميع أعدائه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. إن النسوة الحاملات الطيب لما انتصبن في دلجة عميقة بإزاء ضريح المعطي الحياة صادفن ملاكا جالسا على الحجر فطفق يخاطبهن قائلا لهن هكذا: ما بالكن تطلبن الحي مع الموتى؟ لماذا تندبن في البلاد المنزهة عن البلاد؟ اذهبن وبشرن تلاميذا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كريستوس أنستي يدرك الثلاثة ثلاثة باتيساس كيتيس انتس ليماس زوي فارس أمينوس. المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في سنة. أردنا السنة أنه نحتفل سوا بهاللحظة، اللحظة المميزة يلي مش كل يوم بالسنة بصحلنا نحتفل فيها. بدي أشكر من كل قلبي الجوقات يلي شاركتنا اليوم وفرتنا هاللحظة السماوية. بدي أشكركم جميعا على تحمل أعباء المجيد لمعراب. مش هيني واحد يكون قوات، بس أهم من هيك مش هيني يجي على معراب كمان. أما بما يتعلق بأجراس القيامة، طبعاً دقت من 2000 شوي، من 2000 سنة أجراس القيامة الكبيرة، بس كل يوم عنا أجراس قيامة ممكن دق. السنة إذا أراد إن شاء الله أوراق القيامة دق. وأهلا وسهلا فيكم.